فجب لنا ذريعة لسيدي نمد كل أولياء وسندي لا تقطع عن من به تقبضا وكان للطريق ربي قد عرضا فلتدفع عنا بكل بطل ولا تؤاخذا بسوء أمل تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع الناس ناس علمت ما علمت ما علمت وما علمت غير ما أعلمت وربما تزجر فيما تعلم بعالم فضله ما يعلم إني أتيتك علي مغتبرا في ظاهر وباطن مقتصرا فأنت يا إله يا مجد
مجيب أجب عبيدك يا رقيب فاغفر إلهي رب والدينا مغفرة إطلاق فائزينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه ثم أبيه شأنه يغنيه غفرانك اللهم قد يليه ثم صلاتك التي تجلت بسر أسرارك قد تحلت على النبي أشرف الخلائق مع سلامك المجيد الفائق وآله وصحبه الكرام وآتنا يا رب بالمرام اللهم يا من أدخل الجميع وستر القبيح ولم يقف بالجرير ولم يترك سترا ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط يديه بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الشفيع ويا عظيم المنن ويا مقل الأثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا مهدي بكي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا مهدي بكي يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا مهدي بكي أسألك أن لا تشرها خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب الله فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة القد في دنيا وأخرى لذاك توصلنا إليك بكل ما أتت السماء محتلة بسعودية بركة مكة بركة مدينة بركة فاس بركة تلاوان بركة شيخ الحاج مالك بركة شيخ الخليل الفاتحة مع الصلاة الفاتحة.